السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بالإسراع في رقمنة المعطيات القطاعية تحضيرا للأرضية التقنية، ويقرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة تابعة للدولة خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل الحجاج المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة. ولأول مرة منذ الاستقلال تعليمات بمباشرة حفر الأبار والتنقيب عن المياه الجوفية استثناء بمنطقة زبربر بالبويرة. ينتظر في هذا اليوم الجزائر الذي قدمت تضحيات وقامت بهذه الأناثة. أفراد الجالية الوطنية يؤكدون التمسك بالوطن من خلال تجمعات حاشدة عبر عواصم العالم تعكس الالتفاف حول رسالة الشهداء في مسار البناء وصون اللحمة الوطنية بين أبناء الجزائر. ورفض السلطات الفرنسية لتجمع في باريس يكشف حقيقة الموقف حيال مسألة الذاكرة. وزير الخارجية يثمن التقدم المحرز في تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في مجلس الأمن خلال الاجتماع الثلاثي الجزائر سيراليون والموزمبيق، وتثمينا للجهود الأفريقية والأممية لحل الأزمة في ليبيا الجزائر ترافع من أديس أبابا من أجل رفض التدخل الأجنبي في البلاد. وفي النشرة، وتحسبا لمنتدى الدول المصدرة للغاز نسلط الضوء على مركز تحويل معدات غاز البترول المسالي ببومرداس. ومن أميناس المحطة الكهربائية الممولة بالغاز بألرار رفع للقدرة الإنتاجية وتعزيز التوجه نحو الطاقات النظيفة. بداية، ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. السيد رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء تناول عروضا تتعلق بالقانون الأساسي للنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وعرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة. كما تناول اجتماع مجلس الوزراء المهمة الجديدة لما كان يسمى المزارع النموذجية واستراتيجية قطاع الري حول الماء الشرب والمياه المستعملة، بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024. وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات التالية التي نستعرضها مع أسامة حمونة. تفضل أسامة. نعم سهام، إذن هي جملة من الأوامر والتعليمات التي أسدها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء لنهاري اليوم. أولا، وبخصوص عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، في البداية وعقب عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، شدد السيد الرئيس على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات، كما أمر السيد رئيس الجمهورية وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات. إضافة إلى ذلك، أمر السيد الرئيس السيد المحافظ السامي للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة يتعلق بالتعاقد مع شركة هواوي لإنشاء مركز تخزين
للمعلومات. ثانيا، وبخصوص المهمة الجديدة لما كان يسمى المزارع النموذجية، قرر السيد الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة مخصصة في ثلاثة أصناف، هي البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية. كما ثمن السيد الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرة يعود إليهم، مشددا كذلك على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة، إضافة إلى تحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح وتحفيزهم خاصة في شعب البقوليات. كذلك تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها. كما أمر السيد الرئيس بالابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي. ثالثا، وبخصوص عرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أمر السيد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا، إضافة إلى تحديد الأولويات وفق نظرة حديثة تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام. كما وجه السيد الرئيس بدراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجية عن المجال التربوي. أما رابعا، وبخصوص عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024، وجه السيد الرئيس وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج. وبهذه المناسبة قرر السيد رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة مجانا بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب والجنوب الأقصى إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة في الولايات. خامسا، وبخصوص استراتيجية قطاع الري حول الماء الشروب والمياه المستعملة، أمر السيد الرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة تتمثل في مباشرة عملية التنقيب عن المياه الجوفية بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة زبربر. كما أمر السيد الرئيس بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم. ليأمر السيد الرئيس كذلك وزير القطاع بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر على المستوى الوطني، مثمنا التقدم المحرز وطنيا في نسبة تصفية المياه المستعملة. ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة. كان هذا مشاهدينا كل ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء لنهار اليوم. أترككم مع سهام لمواصلة بقية النشرة. شكرا لك أسامة. أحيت الجزائر اليوم الوطني للشهيد في وقفة وفاء وعرفان متجدد لملايين الشهداء الذين أسسوا للنهج والمسار، وشكلت تضحياتهم الجسيمة القدوة والرسالة الخالدة التي تحمي الجزائر وتصون اللحمة الوطنية بين أبناء الجزائر أينما وجدوا. وبالمناسبة أجرى رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل لقاء مع عدد من مديري وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أكد خلاله أن رئيس الجمهورية الذي أوفى بالتزاماته 54 أمام الشعب يقود البلاد نحو الوجهة الصحيحة التي تمكنها من رفع مختلف التحديات الإقليمية والدولية. رئيس مجلس الأمة شدد على النهج النوفمبري الذي يتبناه السيد الرئيس والذي يرتكز على إشراك الجميع في بناء الجزائر السيدة في قراراتها السياسية والاقتصادية رغم محاولات استهدافها من قبل الجهات المعادية. هذه المناسبة اللي نترحموا على الشهداء ونتذكرهم بأن الشهيد اللي ضحى من أجل الجزائر ومن أجل استقلال الجزائر يبقى دائما في بالنا، لأن اللي ماتوا على الجزائر وضحاوا على الجزائر احنا اللي رانا في المسؤولية وكل المواطنين نبقى دائما مرتبطين بهذا التاريخ
على المجيد، لأن الجزائر المكانة نتاعها والدور نتاعها وسمعتها عبر التاريخ اللي يجلب الاحترام. احنا لازم نكونوا في مستوى هذه المسؤولية، وفي نفس المستوى كما جاء من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال المهام نتاعو لما تولى على رئيس الجمهورية، الاهتمام نتاعو الأول هو رجوع للمبادئ والنظام. ورجوع للمبادئ والنظام هو الذكرى تاع الشهداء. واليوم الوطني للشهيد محطة يستلهم فيها جيل الاستقلال من تضحيات الشهداء وبطولات المجاهدين قيم الحفاظ على وحدة الوطن، حيث كان سانحتنا اليوم لفرد الجالية عبر العديد من العواصم في الخارج لتجديد العهد مع الوطن الأم والوفاء لذكرى الشهداء، على غرار أفراد الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا الذين استجابوا بحماسة وطنية لنداء التجمع بالعاصمة باريس لإحياء اليوم الوطني للشهيد. فرغم منع السلطات الفرنسية لهذا التجمع في فعل آخر يعكس حقيقة موقفها حيال مسألة الذاكرة، إلا أن أبناء الجالية برهنوا مرة أخرى أن الجزائر واحدة موحدة وأن الوفاء الأبدي للوطن الجزائر. تغطية عفاف بالهشات وتقرير زكريا مهوبي. إخواني لا تنسوا شهداءكم. يمثل الاحتفاء بيوم شهيد فرصة لاستحضار المراحل الهامة لحرب تحرير الوطن وتضحية شهدائنا، والهدف من إحياء هذا اليوم هو الحفاظ على أسس الوحدة الوطنية وتعزيزها، حيث اختار مواطنون المقيمون في فرنسا وفي دول أخرى هذا التاريخ للاحتفال بهذا اليوم العظيم. ومرة أخرى استجابت الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا بحماسة وطنية استثنائية، وأكدت تمسكها القوي بالوطن الأم. أنا إنسانة، عائلتي ثورية، خالي شهيد وجدي شهيد وعم بابا شهيد، وعنده مدرسة مسمية باسمه، مدرسة مزيدي بوكامل، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. كانت لنا وقفة هنا في باريس ترحما على شهدائنا الأبرار، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية الجزائر. احنا رانا هنا، العلم تاعنا ما يطيحش، وانتو تريبي بلاجيرين نموت على بلاد، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. لكن للأسف لم يتم هذا الموعد، وكان ذلك متوقعا، إذ أن تجمعا غير مسبوق للجزائريين في باريس يوم إحياء اليوم الوطني للشهيد للتعبير بقوة عن تمسكهم بتاريخ بلدهم تمنعه السلطات الفرنسية التي لم يتطور قيد أنملة موقفها حيال مسألة الذاكرة، حيث ما زالت ماضية في الخلط بين المعتدي والمعتدى عليه والمستعمر والمستعمر. نراه قرار تعسفي، وطرحنا سؤال لماذا قدم هذا التصريح وألغي في ساعة متأخرة من ليلة الأمس. ما فهمتش علاه، قالت له سي ان نورم دو لا بريفيكتور. Vous êtes déçu؟ Ah oui, ah oui, je me suis déplacé, je me suis réveillé de bonne heure, je me suis déplacé, là j'arrive, je demande, voilà, ils ont dit que c'est annulé. Nous qui avons besoin de nous construire, reconstruire même, en tant que petit-fils de Shahid, fils de Moudjahid, je m'étais engagé à venir ici, quoi qu'il en arrive. Toute commémoration, toute date est un pont de l'histoire et de la transmission aux plus jeunes générations. Et pour nous, d'une manière très démocrate, c'est important pour nous d'être présents. On a fait quand même la route, on attendait le recours sur la route, on savait ce qui allait se passer. Nous sommes à Paris, et voilà, donc on y tenait, on y est, et malheureusement, on suivra les directives du préfet. وعلى الرغم من هذا المنع فإن الرضا كبير جدا والشعور بتأدية الواجب قوي، ملحمة في صورة صنعها المثقفون والفنانون والرياضيون ورجال الإعلام والمؤثرون والمواطنون أيضا، فكان المشهد على قدر الحدث مسقطا كل التوقعات ومثبتا مرة أخرى التمسك بالوطن الأم، وبرهانا آخر على أن الجزائر واحدة.
وبالمدينة الفرنسية مارسيليا احتفالية كبيرة أحياها أفراد الجالية الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، حيث خرج أفراد الجالية في مشهد يعكس الالتفاف حول رسالة وأمانة الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر، رافعين شعارات تبرز تمسك أبناء الوطن الواحد بالمبادئ النوفمبرية التي تبنى عليها الجزائر الجديدة. وها هو يوم الحق ينظفر في هذا اليوم الجزائر الذي قدمت تضحيات وقامت بهذه الأنافة. وبإيطاليا تجمع أفراد الجالية الوطنية بالخارج في احتفائية مميزة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، أحيا فيها الجزائريون محطة تاريخية بارزة ترسع مسار الكفاح والتحرير في مشهد رفعت فيه الراية الوطنية كرسالة واضحة تبرز تمسك أبناء الجزائر بمبادئ نوفمبر والعرفان لتضحية الشهداء، كما عكس الارتباط الوثيق بالوطن الأم. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للشهيد قامت جمعية الأمن للجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا بالاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة، وإن شاء الله وهذه بعد التعليمات اللي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونشكر إن شاء الله السلطات الرسمية خاصة القنصلية العامة لكل التسهيلات التي قامت بها من أجل إن شاء الله إنجاح هذه المبادرة. إن شاء الله نقول المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر. نقف اليوم لإحياء اليوم الوطني للشهيد عرفانا بما قدمه الشهداء من تضحيات ولإرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف وللحفاظ على أسس الوحدة الوطنية، كما نشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على حرصه واهتمامه بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وما يقدمه من تسهيلات واهتمامات بها. تحيا الجزائر. واستذكارا لبطولة الشهداء الذين حرروا الوطن الأم من بطش الاستدمار الغاشم، احتفالات بإسبانيا إحياء لليوم الوطني للشهيد. Vamos a escuchar el himno nacional argelino. El himno nacional argelino. ومن كندا ذات المشاعر وإن بعدت الأرض فالقلوب مرتبطة بالوطن الأم في هذه المناسبة التي تعكس الوفاء لرسالة الشهداء الأبرار. Thank you.
وفي سياق إحياء اليوم الوطني للشهيد، تم تسمية المدرسة العليا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية بالعاصمة باسم الشهيد أحمد إبراهيم القاسم زدور، محرر بيان أول نوفمبر باللغة العربية، والذي استشهد وهو أول طالب يستشهد تحت التعذيب. المناسبة جرت بإشراف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا، حيث تم تكريم مجاهدين وشخصيات وطنية وثورية. في السياق ذاته، أحيت جمعية مشعل الشهيد المناسبة تحت شعار أبناء الشهداء يتذكرون ويتضامنون مع إخوانهم الفلسطينيين، حيث كانت الفرصة سانحة لتسليم وسام الشهيد لأبناء شهداء فلسطين وتكريم الإطارات الذين ساهموا في تأطير أبناء الشهداء وعلى رأسهم الحاج مانع. على هامش الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بأديس أبيبا تحت شعار تعليم أفريقيا متكيفة مع القرن 21، شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في اجتماع وزاري لمجموعة الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الأممي، والتي تضم حاليا الجزائر، سيراليون والموزمبيق. الاجتماع شكل فرصة متجددة لتأكيد الالتزام بمواصلة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود المشتركة بغرض صون مصالح البلدان والقارة الأفريقية والدفاع عن مختلف القضايا العادلة في أفريقيا والعالم. ومن جانب آخر، حظيت القضية الفلسطينية بقسط وافر من المحادثات، جدد من خلالها أعضاء المجموعة دعمهم لمشروع القرار الذي بادرت به الجزائر لتفعيل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بغية فرض وقف للعدوان الصهيوني ووضع حد للإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي كلمته بهذه المناسبة، ثمن الوزير عاليا التقدم المحرز على درب تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في مجلس الأمن وتعزيز تأثيرها داخل هذه الهيئة الأممية المركزية. لقاؤنا اليوم يشكل فرصة متجددة لتأكيد الالتزام بمواصلة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود المشتركة بغرض صون مصالح القارة الإفريقية والدفاع عن مختلف القضايا العادلة في إفريقيا والعالم. الجزائر تثمن عاليا التقدم المحرز على درب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية وتعزيز تأثيرها داخل هذه الهيئة الأممية المركزية، وتدعو بالمناسبة إلى ضرورة المحافظة على هذا الزخم الذي يشهده العمل الإفريقي المشترك في دعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. وفي كلمة لوزير الخارجية حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا، وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى. ومن هذا المنظور، تدعو الجزائر وأشقائها الأفارقة إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط أو قيود أو معوقات. الجزائر رفعت من أجل كسر جدار الحصانة الممنوحة جورا للاحتلال الصهيوني. وفي هذا الإطار، أكد عطاف العمل بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن. وفي كلمة لوزير الخارجية ممثلا لرئيس الجمهورية حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا، ثمن عطاف الجهود التي تكللت أياما قبيل انعقاد القمة باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سيرت شهر أفريل القادم. وفي هذا الإطار، تحث الجزائر الأطراف الليبية لانتهاز هذه الفرصة الثمينة لإعادة اللحمة بين أبناء وبنات ليبيا الواحدة والموحدة أرضا وشعبا ودولة ووطنا.
وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتثمين الجهود الأفريقية والأممية وبلوغ أهدافها. وبذات القدر تشجع الجزائر ذات الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الانخراط الفعلي في الجهود الأممية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا. وتجدد بلادي تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الإفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه. وفي كلمة له حول تقرير منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، أكد عطاف أن الجزائر ستكرس عهدتها لتشجيع وتكثيف الحوار والتشاور والتنسيق بين كل الأطراف الفاعلة لبلورة حلول أفريقية تنطلق من الواقع القاري. عطاف أبرز أن هذه الآلية قد أكدت طابعها الضروري وأثبتت نجاعتها وساهمت مساهمة لا يمكن إنكارها في تعزيز مبادئ الحكم الراشد والحوكمة القوية في قارتنا. وعلى هامش مشاركته في الأشغال استقبل عطاف من قبل نائب رئيس جمهورية سيراليون الشقيقة محمد جولدي جالو. اللقاء سمح ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن وغيره من المحافل الدولية والإقليمية. كما أجرى عطاف محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الاتحادية الشقيقة صالح أحمد جامع، بحث خلالها الطرفان أفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول الأوضاع الراهنة. كما أجرى عطاف اليوم محادثات مع نظيره من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث هنأ عطاف نظيره الإثيوبي بمناسبة تعيينه على رأس دبلوماسية بلاده، وبحثا معا سبل توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. عطاف تحدث أيضا مع نظيره من جمهورية تشاد محمد صالح النظيف، حيث بحثا معا سبل توطيد التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوية. وضعت الجزائر بمجلس الأمن مشروع قرار متعلق بالوضع في فلسطين لا سيما في قطاع غزة بصيغته النهائية غير القابلة للتعديل، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمشروع سيعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت بعد غد الثلاثاء. وفي تطورات الوضع بغزة، كثف طيران الاحتلال من غاراته مرتكبا فظائع مروعة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ارتقى خلالها 127 شهيدا وما يزيد عن 200 جريح، فيما تتوالى التحذيرات الدولية والأممية من مغبة تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع على خلفية العملية البرية التي تحضر لها قوات الاحتلال الصهيوني في رفح. تقرير ملك سحق. في الوقت الذي يركز فيه العالم على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة، يخطط الاحتلال الصهيوني لاجتياح مدينة رفح آخر معاقل وملاذ الفلسطينيين الفارين من القصف الدائر في شمال ووسط القطاع. رفح مدينة بمساحة 55 كيلومتر مربع نزح إليها قرابة المليون شخص. اجتياح رفح وبغض النظر عن كونه خرقا فادحا لقرارات محكمة العدل الدولية الأخير، قد يعني مواجهة إقليمية شاملة تضاربت السياسات الدولية والمواقف بشأنه بحكم التطورات الداخلية واعتبارات مصالح كل دولة. وتبقى التساؤلات المطروحة حالياً، ماذا بعد الحرب الأخيرة إن وقعت؟ وما مصير المدنيين هناك؟ بين الجوع والمرض والعطش، البرد والقصف، لم يبقى شيء من مقومات الحياة في غزة في الوقت الذي يضع فيه قادة الاحتلال اجتياح رفح شرطاً جوهرياً في تغلبهم على المقاومة الفلسطينية وحسم المعركة.
من غزة إلى رفح إلى خان يونس هي خطة تهجير المهجر، وهو ما عبر عنه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي أبلغ تعبير عندما تساءل عن مصير الفلسطينيين بعد تهجيرهم مرة أخرى قائلا: إلى أين؟ إلى القمر؟ They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this is a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision. هل سيكون اجتياح رفح رحلة النزوح الأخيرة للفلسطينيين؟ أم أنها العملية التي ستقلب الطاولة على المحتل؟ وبين هذا السيناريو وذاك تبقى حقيقة واحدة مؤكدة، هي أن الطوفان الأقصى سمى الأشياء بمسمياتها ووضع كل النقاط على الحروف. الجزائر المتجهة بثبات نحو تحقيق الأمن الطاقوي تراهن على الحفاظ على الثروات الطاقوية والبيئية، ومركز تحويل معدات غاز البترول المسال بولاية بومرداس يعمل على تحويل 10,000 سيارة سنويا إلى نظام سيرغاز. ياسين حسيني. السير بأقل تكلفة مع المساهمة في الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة هو ما اختاره عبد الوهاب بعد تركيب غاز البترول المميع أو ما يعرف بالسرغاز، طاقة تعد من بين الموارد الاقتصادية والصناعية الوافرة بالجزائر والتي تتوجه بقوة إلى استعمال هذه الطاقة النظيفة كوقود للسيارات. السيرغاز لا بألف دينار قد تصل المسافة التي تقتنيها حتى للشهر، وبالتالي هي فيها منفعة كبيرة ناهيك بالنسبة للسيرغاز. أنا كمواطن في الحومة أعتبر بأن السيرغاز هو محافظ للبيئة. إقبال كبير للمواطن حيث أن تكلفة الغاز ضعيفة جدا من حيث مقارنة بالليسونس، حيث المواطن يربح في الألف كيلومتر يقدر يربح حتى 3,000 حتى 4,000 دينار. بقدرة تحويل أزيد من 10,000 سيارة سنويا إلى سيرغاز وسعة صيانة ما يقارب 30,000 سيارة، يعد مركز تحويل معدات غاز البترول المسال ببومرداس من أكبر مراكز التحويل وطنيا والذي يوفر الخدمة الكاملة لذلك. فبعد فحص السيارة فنيا والتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز يتم تركيب أطقم التحويل وتثبيت اسطوانات الغاز مع جميع الوصلات. يدي الطوموبيل تاعو بعد ما يعينها ويشوفها وبعد تيك نديرو بروغرام باش يجوز الانجينيور ديمي باسكو يجوز المدير تاع الطاقه مهندس تاع الطاقه واللي يعطي له الترخيص استغلال سيرغاز. بعد اكتمال عملية التحويل يضمن مركز نفطال المتابعة الدورية والتوجيهات اللازمة في حالة أي عطب أو خلل. نعم نديرو الانستالاسيون نعطيو دليل الاستعمال، هذا دليل الاستعمال فيه يشرح له كاع تركيبة السيرغاز. واش يدير في حالة الأعطاب وفي حالة وين تكون تسبب سيرغاز، وفيه كاع المراكز تاعنا على مستوى 58 ولاية. إضافة إلى هذا كاين أون أبليكاسيون راهي على الإنترنت هي خدماتي، هذه الأبليكاسيون تعطي له كاع لي سونت وين راهم، عندهم معلومة أنه الغاز يعي الموتور، هي كونتخيرمون يل فا برولونجي لا دوري دو في دو موتور. وعلاش؟ باسكو سي نوبريفيون فيها ديزاديتيف تاع لي زويل، معناتها يل فا لوبريفي كاع لي باتي اللي يجوز عليها. الجي بي ال يعد اليوم المعادلة الأنجع والبديل الأمثل للمحافظة على الموارد الطبيعية من جهة وعلى الثروات البيئية من جهة أخرى. ورهانه هو رفع إنتاج الغاز في آفاق 2028 إلى حدود 146.7 مليار متر مكعب، والمحطة الكهربائية المشغلة بغاز منشأة الرار بإينا ميناس من المشاريع الواعدة ستسهم في الرفع من نسبة الإنتاج ومنه تلبية حاجيات السوق الداخلية والعقود الخارجية. المزيد من التفاصيل مع سهام مسار الزوق.
الغاز المورد الحيوي، تراهن الجزائر على تطوير وتوسيع رقعة إنتاجه لتصل في حدود 146.7 مليار متر مكعب في أفاقي 2028 وفق استراتيجية محكمة وضعها قطاع الطاقة ببلادنا. الغاز الطبيعي من طاقة تسهم في ترقية صادرات الجزائر إلى مورد يسهم في تلبية حاجيات السوق الداخلية. مشاريع واعدة في الأفق كمحطة إنتاج الكهرباء بالغاز بعين ميناس التابعة للمديرية الجهوية إصطاح لمجمع سوناطراك بطاقة إنتاجية تقدر ب108 ميجاوات. محطة لإنتاج الكهرباء، القدرة الإجمالية لهذه المحطة تقدر ب108 ميجاوات. تتكون هذه المحطة من وحدتين لإنتاج الكهرباء. الوحدة الأولى انطلقت في الإنتاج في سنة 1987، بينما الوحدة الثانية انطلقت في الإنتاج في سنة 2012. تعتمد هذه المحطة في إنتاج الكهرباء على 6 مولدات تشتغل بالغاز الذي يوفره المركب الغازي الرار. لقد زودت هذه المحطة بأحدث تقنيات التحكم والمراقبة مثل سيستام سكادا ماركسيس أو سيستام بي سي اس. محطة إنتاج الكهرباء تشغل وتمول عن طريق المنشأة الغازية الرار، تزود عدة مناطق نائية بالكهرباء منها منطقة أهانت وتمرولين. محطة إنتاج الكهرباء للمديرية الجهوية إصطاح غير مربوطة بشبكة الكهرباء الوطنية لصنع الغاز، حيث أنها تضمن تزويد مختلف وحدات الإنتاج وقواعد الحياة المنتشرة في كل من المديرية الجهوية إصطاح، المديرية الجهوية أهانت، مجمع سوناطراك سينوباك، وحقل أجلي بالمديرية الجهوية لإينا ميناس. محطة إنتاج الكهرباء بالغاز ستسهم في الرفع من قدرات طلب الجزائر على الكهرباء بمتوسط 5.2% بداية من هذه السنة إلى أفاق 2026. قصد عصرنة الخدمات الإدارية تتضافر الجهود وحثيثة لرقمنة جميع المصالح، والعينة في نشرة اليوم من ولاية تيارت التي استحسن فيها المتقاعدون رقمنة قطاع التقاعد باستحداث تطبيق للتعرف على ملامح الوجه لتجديد ملفات المتقاعدين دون عناء التنقل إلى الوكالات. المزيد مع مراد عبروس. من الآن فصاعداً لن يضطر هذا المتقاعد إلى المجيء إلى وكالة صندوق التقاعد بغرض تجديد وثائقه دورياً، وبالاستعانة بخدمة التعرف على ملامح الوجه سيتمكن من تحيين ملفه عن بعد. المسافة ومشاق السفر وكبار السن إلى غير ذلك أصبح يتعامل مع هذا التطبيق من بيته، إن لم أقل من غرفته، فهذا سهل كبير. يعني الرقمنة تنقص للمواطن العيب، وربما واحد يكون مريض ما يطيقش كيصور الوجه تاعو ويبعثه إلى يخرج أوتوماتيكمون للصندوق الوطني للتقاعد، ما يوليش يجيب لهم شاكاني لو سيرتيفيكات. سي تان سولاجمون بور نو لي روتريتي. Quelques fois, on n'a pas la possibilité de bouger. كل واحد واش إلى إمبيشمون تاعو. هكذا سي لاكسي ديريكت. عبر ثلاثة مراحل وفي وقت وجيز يصبح بالإمكان الاستفادة من مزايا هذا التطبيق. بعد ما يتقرب المتقاعد إلى مقر الوكالة لأخذ كلمة المرور والاسم المستخدم المتمثل في رقم المعاش، يمكنه الولوج إلى تطبيق تقاعدي أين يمكن تجديد ملفه سنوياً عبر تفعيل خاصية التعرف على ملامح الوجه المتواجدة في التطبيق. التعرف على ملامح الوجه هي خدمة من الخدمات اللي راه يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد للمتقاعدين، وهذا لتفادي عناء التنقل نحو مصالحنا أو مصالح البلدية خلال فترة تجديد الوثائق مثل شهادة الحياة. هي مرافقة وتسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنة الخدمات.
ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي، يعتمد فلاح ولاية بسكرة على تقنيات تكثيف حديثة للبذور حققت نتائج جيدة وساهمت في تحسين الجودة والنوعية في مجال إنتاج الحبوب، خصوصا مع اختيار الولاية ضمن أفضل 6 ولايات فلاحية ضمن عملية الإحصاء الفلاحي العام. يونس الكحلديب. نتواجد هنا بواحد من المحيطات الفلاحية الخاصة بتكثيف البذور، وهي طريقة اعتمدت في السنوات الأخيرة لزيادة الإنتاج كما ونوعا وفق استراتيجية عامة لتحقيق الأمن الغذائي. هذه المزارع متخصصة في إنتاج الحبوب الصلبة، الحمد لله رانا ديما نساهموا في استراتيجية الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الغذائي. هذا الأمر يخدم مصالح الدولة والأمور الاقتصادية، ويخدم كذلك يعني يوفر الحاجيات تاع الدولة من البذور. ولتنويع المنتجات الفلاحية بولاية بسكرة يجتهد الشباب لتقديم أفضل وأجود أنواع الخضار للسوق المحلية. المستثمرة هذه تحتوي على كمية هائلة من البيوت البلاستيكية، والإنتاج هذا متخصص يعني من طماطم، الفلفل، البيض النجال، اللوبيا الخضرة دي. زودة مليحة خير ربي، زودة اللي نلحوها هنا في الأرض تجي خيرتك يا رب، أو معطايا الأرض ما شاء الله اللوبيا كل خير يجي فيها. جهود معتبرة تبذل من الجهات الوصية للحفاظ على الريادة في الإنتاج كالإحصاء الفلاحي العام الذي انطلق بولاية بسكرة واختيرت ضمن أحسن 6 ولايات في الإنتاج الفلاحي. بالنسبة للإحصاء العام للفلاحة التي قررته وزارة الفلاحة، كل التحضيرات تمت بالنسبة للتحضير، لكن الوزارة أعلنت أو أقرت إحصاء تجريبي على 6 ولايات على مستوى الوطن، ومن بينها ولاية بسكرة ومن بينها بلدية عين ناقة. بالنسبة للتحضير احنا تم كل التحضير المادي والبشري على مستوى هذه البلدية إن شاء الله. مستثمرات شاسعة يعول عليها لتحقيق أمن غذائي مستدام يعتمد سواعد وتكنولوجيا جزائرية. وبفضل آليات الدعم والمرافقة، نماذج استثمارية فلاحية واعدة بولاية غليزان حققت الريادة في مجال الفلاحة. كامل يا حمومة. على بعد كيلومترات من مدينة غليزان توقفنا أمام مستثمرة نموذجية في إنتاج الخضروات بوادي الجمعة. وجدنا الفلاح صديق منهمكا في حارة أرضه التي تصلح تربتها لغرس كل أنواع الخضر. بوية فلاح، ونو جايين على بوياتنا وجدودنا وفلاحوا ونخدموا. رانا هنا كنا نخدموا عندنا في عكرمة، كي قطعنا الماء تاع السقيره تاع قرقر هذاك جينا رانا نخدموا هنا في الجمعة، نكرو حسين ونخدموا. كي تجي سلعه شابه تزيد فيك النص، منتوج بلادنا هذا هو. كاين واحد 50 واحد ولا 60 واحد ناكلوا خبز مع صديق. احنا من يوجد وقت القرنون انا نقلعوا، والحمد لله يا ربي انتاج وثير الحمد لله. هو خدمته القرنون، خدمته الطماطم الصناعيه، خدمته الدلاع البطيخ. اليوم رانا متواجدين عنده في حقل تاع القرنون، يحتوي على حوالي 10 هكتارات، وما شاء الله كم تشوفوا يعني المنتوج راه لاباس. ويسعى صديق لتوسيع مستثمرته لتقديم احسن المنتجات الفلاحيه، خاصه بعد ادخاله لتقنيه السقي بالتقطير للحفاظ على المورد الحيوي. الله ما شاء الله ما خيبتناش، عملوا الفني درنا في الحالة بس. رئيس الجمهورية سناد حاجة مليحة بالنسبة لمنطقة التدعيم، هذا زاد فينا شوية، احنا كنا مضارير بس بالنسبة اللي زاد فيها دارت حاجة مليحة كاع. وقد عرفت المنطقة منذ القدم بنوعية ووفرة إنتاجها من الخضر، فكانت مصدر تمويل للأسواق الوطنية. فصديق وكغيره من الفلاحين يأمل في عودة النشاط الفلاحي للمنطقة بكثرة. في أخبار الرياضة، حصلت الجزائر اليوم على ميداليتين ذهبيتين جديدتين خلال البطولة الإفريقية للريشة الطائرة الجارية منافستها بالعاصمة المصرية القاهرة. وجاءت الميدالية الأولى بفضل زوجي الرجال المكون من المتنافسين صبري مدال وكسيلام عمري. أما الميدالية الثانية فكانت للزوج المختلط المكون من الأخوين كسيلة وتنينام عمري، لترفع الجزائر رصيدها إلى 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وبرونزية واحدة.
وفي اليوم الوطني للشهيد نختم النشرة بوقفة استذكار مع المجاهد جموعي بودينة، مجاهد شاهد على معركة جبل بوكحيل وحافظ لتاريخ بطولات الشهداء. محمد بلكحل. من الضربة الأولى طاح، هاي المحرضة تعب، ها هو الدم نتاعو، لا إن كان هز المحرضة هذه على جنبه ليصحى، كي طاح طاح متكي هكذا عليه. محفظة الشهيد محمد عبد الحكيم ابن مدينة القنطرة العريقة سقطت من يده في ساحة الوغى خلال ثورة التحرير المباركة بجبال القديد في بلدية المليليحة بالولاية السادسة التاريخية، هي اليوم أمانة لدى رفيقه ضابط جيش التحرير الوطني المجاهد جموعي بوذينة. وقت اللي استشهد نحيت له المحضر، كانت فيها الاشتراكات، كانت فيها الأجندة تعو التصوير، التصوير احتفظت بيها هاي هنا، والأجندة احتفظت بيها، والمحضر احتفظت بيها، وقدوة الصباح الاشتراكات سلمتهم للمساعد من اللي هزيناه والدم يقطر. فرنسا الصباح كي جات للخيام هذوك تبعت جرة نتاع الدم، ولقيته وين قبرناه دفناه وهزاته، عاد الدور بالمواطنين، هاو المسؤول تاعكم انا قتلناه. وثائق اخرى ومذكرة وجدت في المحفظة توثق استشهاد البطل في تلك المعركة. هذه الأجندة تاع سي محمد عبد الحكيم، كل يوم واش يشوف ولا واش خدم ولا واش دار مثل المجاهدين يكتبها، ويكت حبست الكتابة نهار اللي استشهد العشية أو ما كتبش هذاك النهار، من ثم حبست الكتابة باقية بيضة. هذه شهادات حية من مجاهد حي لتاريخ شهيد، وإن شاء الله راح حي والروح تاعه الطاهرة راح ترفرع، يعجلنا إن شاء الله من اللي قاموا بعهد شهداء. جموع بوذينة خدم وطنه وقدم نفسه وماله في سبيلها، يحفظ تاريخا مشرفا عن بطولات الولاية السادسة التاريخية، هو اليوم كتاب منضود وللأجيال موروث، له المجد والمجاهدين الأخيار والشهداء الأبرار. تحيا الجزائر. إلى التذكير بأبرز العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بالإسراع في رقمنة المعطيات القطاعية تحضيرا للأرضية التقنية، ويقرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة تابعة للدولة خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يقرر تكفل الدولة مجانا بنقل الحجاج المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة. ولأول مرة منذ الاستقلال تعليمات بمباشرة حفر الأبار والتنقيب عن المياه الجوفية استثناء بمنطقة سبربر بالبويرة. الجزائر الذي قدمت تضحيات وقامت بهذه الأناثة. أفراد الجالية الوطنية يؤكدون تمسك بالوطن من خلال تجمعات حاشدة عبر عواصم العالم تعكس الالتفاف حول رسالة الشهداء في مسار البناء وصون اللحمة الوطنية بين أبناء الجزائر.
ورفض السلطات الفرنسية لتجمع في باريس يكشف حقيقة الموقف حيال مسألة الذاكرة. وزير الخارجية يثمن التقدم المحرز في تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في مجلس الأمن خلال الاجتماع الثلاثي الجزائر سيراليون والموزمبيق. وتثمينا للجهود الأفريقية والأممية لحل الأزمة في ليبيا، الجزائر ترافع من أديس أبيبا من أجل رفض التدخل الأجنبي في البلاد. وتابعنا في النشرة، وتحسبا لمنتدى الدول المصدرة للغاز سلطنا الضوء على مركز تحويل معدات غاز البترول المسال ببومرداس. ومن إيناميناس المحطة الكهربائية الممولة بالغاز برار، رفع للقدرة الإنتاجية وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة. نشرتنا تمت، شكرا لكم والسلام عليكم. We'll be right back.